طرحك يؤكد تؤكده تلك الصور بعد صافرة الحكم في النهائي. نهائي اتحاد بحز الانجليزي، لم يشارك بحز لم يشارك زملائه في الاحتفال، والكل يعلم بأن محرز تدرب بعد اللقاء. محرز هو ذلك الطفل الذي ما زال شغوف ب ب ب ب يعني باللعب بالكرة. لذلك أنا متأكد سواء فاز بالرابطة وسوف يفوز بالرابطة، ألف مبروك لابن الجزائر. أنا مثل ما قلت لك على الاتحاد دوري أبطال أوروبا، سوف أقول لك على محرز. والكأس سوف تكون في صرصال وربما في بني سنوس في تلمسان إن شاء الله. لذلك أنا أقول لك سواء فاز ابن الجزائر بهذه الكأس التي انتظرناها وانتظرها هو أيضا كثيرا، وعندما سوف يفوز ويرفع محرز هذه الكأس سوف يكون وسوف يبصم على تاريخه يعني بكونه أحسن لاعب جزائري لكل الأوقات. لو فاز محرز بهذه الكأس سوف يسقط كل اللاعبين الآخرين، لأنه تقريبا فاز بكل الألقاب الممكنة أمام أي لاعب كرة قدم، وأين في البطولة الإنجليزية. ألقابه أتركها بعد حين إلى أمين، لكن مثل ما قال مصطفى أنا معه، يعني عاد محرز مثل ما توقعناه في بداية الموسم. أي نعم عاد إلى مستواه، لكنه لم يستطع رفع يعني قيمة الأرقام التي سجلها من قبل، ولو أنه اليوم هو أحسن ممرر إفريقي في تاريخ البريمير ليج. لكن الأكيد والمؤكد من وجهة نظري الخاصة أنه آخر موسم لمحرز في السيتي، لكن أن يذهب إلى السعودية أنا أيضا من وجهة نظري الخاصة لا أظن بأنه سوف يذهب إلى السعودية. محرز ما زال يريد يعني تقديم الكثير مما يختزله يعني في عالم كرة القدم في انجلترا. محرز لكنه بفوزي لو فاز يفوز بدوري ابطال اوروبا يعني راح يكون فاز بكل شيء. فاز بكل شيء لكنه لم يلعب كل الدقائق التي ارادها. محرز من اللاعبين الذين يريدون يعني خوض المباريات بدقائقها 90. لذلك انا اظن بان لو فارق محرز البريمير ليج بهذا الكم من الدقائق التي لعبها انا اظن بانه سوف تبقى غصه في محرز. محرز يريد اداء موسم او موسمين اخرين في البريمير ليج ليؤدي، لانه لاعب مهاري، والعمر الذي يتمتع به اليوم محرز يمكنه من المواصله في البريمير ليج، لانه لا يبذل مجهود كبير على ارضيه الميدان. لاعب مهاري ويجيد المراوغه وما الى ذلك. لذلك انا اقول بانه من وجهه نظري الخاصه اخر موسم لمحرز، لكنه ما زال لديه موسمين في البريمير ليج قبل ان يلتفت الى السعوديه.